فضيحة في الأسماء التي قبلت للتعيين في تربية بابل، تعيين العشرات من عشيرة واحدة، تعيين ابنة رئيس مجلس محافظة بابل وزوجة ابنه أيضاً على أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم غير ذلك. تعالوا نشاهد هذه الوثائق التي تعزز هذه الفكرة من عائلة الخيكاني. انظروا كم اسم من عائلة الخاقاني، كذلك انظروا كم اسم، 30 اسماً أمامي هنا في هذه الوثيقة يظهر بها أفراداً أو أفراد من عائلة واحدة. هنا رعد حمزة الإجبوري وابنته موج رعد حمزة علوان الإجبوري، شهادة بكالوريوس أيضاً عينت على بند ذوي الاحتياجات الخاصة كما تؤكد هذه الوثائق.